مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. السلام عليكم. اليوم غادي نكملو الحلقات ديال الدرس اللي كنا بدينا ديال الكلاس غراماتيكال. في الجزء الأول تعرفنا على لونو أو الاسم والأنواع ديالو. الجزء الثاني تعرفنا على الضمائر أو البرونو. في هذا الجزء غادي نتعرفو على الأدجكتيف أو الصفة. نشوفو النوع الأول اللي هو لزادجكتيف كاليفيكاتيف. هاد النوع في جوج ديال الحالات. الحالة الأولى لادجكتيف أتريبي، هو فين كيكون عندنا لادجكتيف كيجي من بعد واحد الفيرب ديتا أو لا فيرب اتريبيتيف. هاد لي فيرب ديتا بحال اتر او لا باريتر، سومبلي، دوفونير، دوموري، ريستي، افوار لير، اتسيتيرا. هاد لي فيرب ملي كيجي موراهم لادجيكتيف كيتسمى ادجيكتيف اتريبي. على سبيل المثال حسنة ابال، كما كتلاحظوا لادجيكتيف بيل جا من بعد لو فيرب اتر. نفوتو ونشوفو الحاله الثانيه اللي هو لادجيكتيف ايبيتيت. في هذه الحاله لادجيكتيف كيجي سابق لونو او لا تابعو. على سبيل المثال سوبتيشيان، كما كتلاحظوا هنا لادجيكتيف بوتي جاي سابق لونو اللي هو شيان. في هذه الحاله كيتسمى ادجيكتيف ايبيتيت. نفوتو ونشوفو لو فيمينا دي ادجيكتيف، يعني فوقاش كنديرو التأنيث وكيفاش كان اكورديو لي زادجيكتيف في الحاله ديال التانيت. شوفوا الحاله الاولى هي اللي كتكون في العموم ملي كنزيدو حرف او في اخر الصفه. على سبيل المثال بوتي زدنا لها او اصبحت بوتيت. شوفوا حاله ثانيه ما كنكتفيوش غير ب او وانما كنديرو او افيك اكسون تريما. كما كتلاحظوا زدنا او لادجيكتيف امبيغي ولكن افيك اكسون تريما. نفوتو ونشوفو نوع اخر هما لي زادجيكتيف اللي كينتهيو ب او ار. في هذه الحاله كنزيدو اكسون غراف على او اللي عندنا في لادجيكتيف المذكر مع اضافه حرف او اخر لادجيكتيف. على سبيل المثال فيير مع فيير في المؤنث. كما كتلاحظوا باللون الازرق زدنا اكسون الاو الاولى وزدنا او ديال التانيث. نفوتو ونشوفو حاله اخرى هي ملي كيكون عندنا واحد الصفه كتنتهي فوايل و كونسون. في هذه الحاله كندوبلو لا كونسون، يعني كندوبلوها وكنزيدو او في لافان. على سبيل المثال مينيو
ولات مليون. كما كتلاحظوا دوبلنا ان وزدنا او. الفوتو نشوفو حالة اخرى هي صفات اللي كينتهيو باف يعني اي اف، في المؤنث ديالهم كينتهيو باف. على سبيل المثال اغريسيف في المؤنث ديالها اصبحت اغريسيف. وقس على ذلك من الأمثلة. نشوفوا حالة أخرى لزادجيكتيف اللي كينتهيو بأ كيوليو كينتهيو بأز في المؤنث ديالهم. على سبيل المثال أغو أصبحت أغوز في المؤنث. نفوتو ونشوفوا حالة أخرى لي زادجيكتيف اللي كينتهيو ب ان سي في التأنيث ديالهم كيصبحوا ان سي اش او. على سبيل المثال بلون في التأنيث ديالها اصبحت بلانش. نفوتو ونشوفو حالة اخرى لي زادجيكتيف اللي كينتهيو ب تور في التأنيث ديالهم كيصبح تز او لا تريس. نشوفو فوقاش كنديرو تز وفوقاش كنديرو تريس. على سبيل المثال ملي كيكون عندنا سوتور كيولي سوتوز في التأنيث ديالو. لماذا؟ لانه في الفيرب ديال البارتيسيب بريزون كينتهي لنا ب ان تي، لهذا التأنيث ديالو كينتهي بدوز. نشوفو التأنيث اللي كينتهي بتريس. على سبيل المثال بروتيكتور بروتيكتريس. علاش انتهى بتريس؟ لانه ميمكنناش نقولو بروتيكتون. نفوتو ونشوفو حالة اخرى الزادجيكتيف اللي كينتهي ب او كيوليو كينتهي ب ال في المؤنث ديالهم. على سبيل المثال ب اصبحت بال في التأنيث. نفوتو ونشوفو حالة اخرى هي لي فورم ريغيليير يعني الحالات الشادة يعني اللي ما كتكون خارج القواعد. على سبيل الأمثلة بيبليك أصبحت بيبليك يعني تغيير آخر الكلمة وغير تابع القاعدة يعني كيكونوا كلمات فقط قليلة يعني صفات قليلة. وعندنا فيو مع في يعني تهي حالة شدة. وقس على ذلك من حالات الشدة عندنا دي زادجيكتيف اللي ما كيتغيروش في التأنيث ديالهم. على سبيل المثال جون كتبقى جون يعني حتى في التأنيث ديالها ما كتأكورداش. نفوتو دابا ونشوفو الجمع ديال لي زادجيكتيف. في الحالة الأولى اللي هي في الغالب كنزيدو اس كنضيفو اس في لافان. على سبيل المثال بوتي أصبحت بوتي افيك اس يعني زدنا اس في آخر الصفة. نفوتو ونشوفو حالة أخرى الصفات اللي كينتهي ب ال كيصبحو كينتهي ب او. على سبيل المثال فيرتيكال أصبحت فيرتيكو في الجمع باستثناء سبع كلمات او سبع صفات اللي كينتهيو بال وفي الجمع ديالهم كنضيفولهم اس وفقط اللي هما فينال بانال بانكال فاتال غلاسيال ناتال نافال. هاد لي سادجيكتيف كنزيدو لهم غير اس يعني ما كتطبقوش عليهم القاعده الاولى ديال او.
نفوتو ونشوفو حالة أخرى. Les adjectifs les quintaient E quand des folons X la fin. À la sabine métal, neveu, asbahat, neveu avec X. Un nakaï d'aokra, il y a les adjectifs les quintaient S en lab X, ma kitri roche, fujme diel home. À la sabine métal, gris, ou euro. يعني هادو كينتهيو باس و باكس يعني ما كيتغيرش في الجمع ديالهم. نفوتو دابا ونشوفو نوع اخر من لي زادجيكتيف اللي هو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اللي هما سو سيت اسيت اسي. نشوفو فوقاش كنستعملو سو كنستعملوه ملي كيكون عندنا لومو لي موراه او اللي من بعدو كيكون ماسكيلان سانغيلي. على سبيل المثال غارسون يعني ماسكيلان سانغيلي غادي نستعملو معاه سو. ملي كيكون عندنا لومو لي مور لادجيكتيف مسبوق بواحد لافوايل او لا باشمي يعني اش اللي ما كتنطقش هنا كنستعملو سيت. على سبيل المثال سيت انيمال او لا سيت اوم. نفوتو نشوفو الحاله الثالثه فيمينا سانغيلي. على سبيل المثال فام يعني هي فيمينا سانغيلي داكشي اللي استعملنا معها سيت. شوفو الحاله الاخيره ملي كيكون عندنا الجمع بنوعي هنا كنستعملو سي. على سبيل المثال سي غارسون ولا سي في. نفوتو ونشوفو نوع اخر اللي هما لي زادجيكتيف انتيروغاتيف اي اكسكلاماتيف. كيل 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 اكل. نشوفو امثله للتوضيح. المثال الاول متعلق بادجكتيف انتيروغاتيف كيل فواتير بريفيرتي. هنا عندنا انتيروغاسيون. شوفوا الحاله الثانيه الادجكتيف اكسكلاماتيف كيل فالور. هنا عندنا تعجب يعني كيكون هما نفس لي زادجيكتيف ولكن كتغير لا فونكسي ديالهم الوظيفة ديالهم مع تغير سياق الجملة. نفوتو ونشوفو نوع اخر اللي هما لي زادجيكتيف بوسيسيف. نشوفو الحالة الاولى ملي كيكون عندنا مالك واحد او لا ان سول بوسيسور. نشوفو المملوكات يعني كيفاش نطقوهم او كيفاش نعبر عليهم. ملي كيكون المملوك ماسكيلان سانغيلي كنستعملو معاه مون او لاتون او لو سون. ملي كيكون ماسكيلان بلوريال كنستعملو مي تي سي. ملي كنكونو غادي نتكلمو على مملوك فيمينان سانغيلي كنستعملو ما تا او لا سا. ملي كيكون المملوك فيمينا بلوريال كنطبقو نفس القاعده ديال الماسكينا بلوريال اللي هي مي تي اي سي. نشوفو مثال للتوضيح سيمون سيلو. هنا المملوك ماسكيلان سانغيلي اللي هو لو سيلو اللي هذا استعملنا مون او لا كان بامكاننا نسملو طون او لا سون. وقيس على ذلك من الامثله. نفوتو ونشوفو الحاله الثانيه اللي كيكون عندنا عده ملاك او لا مالكين. هنا ملي كيكون الملوك سانغيلي في حالته ديال يعني
ديال الماسكيلان او لا فيمينا كنستعملو نوتر او لا فوتر او لا لور. ملي كيكون بلوريال سواء ماسكيلان او لا فيمينا كنستعملو نو فو اي لور. على سبيل المثال vos enfants sont intelligents. هنا الملوك او هما لي زونفون لي هما في الجمع، داكشي علاش استعملنا فو. نفوتو ونشوفو نوع اخر ديال لي زادجكتيف لي هما لي زادجكتيف انديفيني. عندنا ماسكيلان سانغيلي تو تيل كيل سيغتان اوكان ديفيرون نيل شاك كيلك ميم et autres. Féminin singulier, toutes, telles, quelles, certaines, aucune, différente, nulle, chaque, quelque, même, autre. On a le pluriel, on a le plaisir. Et les adjectifs qui manquent là, qui sont accordés. يعني كاين دي زادجكتيف فيهم اللي كيتاكورداو في الفيمينا وكاين اللي كيتاكورداو في البلوريال، يعني كنديفون او او لا اس، وكاين اللي ما كيتاكورداوش سواء في الفيمينا او لا الجمع. على سبيل المثال عندنا كيلك يعني سواء ماسكيلا سواء فيمينا كتبقى كيلك. وقيس على ذلك نفوتو نشوفو مثال التوضيح. شاك ماتان جو كور، كما كتلاحظو استعملنا شاك مع ماتان اللي هو ماسكيلان سانغيلي، كما كتلاحظو بانه غير محدد ادجكتيف انديفيني، يعني كل صباح، يعني ما محددش اين صباح بالضبط. نفوتو ونشوفو نوع اخر اللي هما لي زادجكتيف نيميرو. شوفو الحاله الاولى لي زادجكتيف نيميرو كاردينو، على سبيل الامثله 1 2 3 ايتترا. نشوفو مثال اخر او حاله اخرى هي لي زادجكتيف نيميرو اوردينو، هادو ديال الترتيب لي هما بروميير دوزيام تخوازيام ايتترا، يعني ديال الكلاسمون. نشوفو البلوريال ديالهم ديال لي زادجكتيف نيميرو. في البلوريال ما كيتاكورداوش، يعني من غير 120 لي هما اللي كيتاكورداو، يعني كنزيدو لهم اس في الجمع وما تبقى ما كنزيدو لهمش. و 120 فوقاش كنزيدو لهم اس، غير ملي كيكون عندنا عدد مركب. على سبيل الامثله 80 او لا 200، كما كتلاحظوا 20 و 100 زدنا لهم اس وما كنزيدو لهمش اس فوقاش، منين كيكونوا في وسط العدد المركب. على سبيل الأمثلة 81 أو لا 201، يعني 20 و 100 ما زدنا لهمش اس لأنهم جاو في الوسط. نفوتو ونشوفو الكلاسمو أو لا الترتيب. في الكلاسمو كنزيدو يام في لافان ديال العدد او الرقم، كان عندنا 4 يولي 4ييم، 2 2ييم ايتترا. عندنا بعض التغييرات، يعني حالات شاده بحال 5 كنزيدو اي، باش كنقولو 5ييم كنزيدو اي، يعني راني مسطر تحت اي كما كتلاحظوا. وعندنا 9 في الترتيب كنبدلو اف
في كتولي عندنا نوفيام، يعني ما غاديش نقولو نوفيام وإنما كنقولو نوفيام. نفوتو نشوفو نوع آخر ديال لي زادجيكتيف، لي هما لي زادجيكتيف دو كولور. هنا غادي نركزو على لاكور ديالهم. لي زادجيكتيف دو كولور كيما كتعرفو هما لي كولور. هنا غادي نركزو على فوقاش كيتأكورداو، يعني فوقاش كيتطرا عليهم الجمع والتأنيث. في الحالة الأولى كيكون عندنا كنطبقو القاعدة ديال الجمع والتأنيث ملي كيكون عندنا أدجيكتيف واحد ديال الكولور، يعني غير مرتب. على سبيل المثال لا فلور بلانش في الجمع ديالها أصبحت لي فلور بلانش، كما كتلاحظوا زدنا اس في الجمع، يعني كيت اكوردا ملي كيكون لادجيكتيف دو كولور بوحدو. عندنا الحالة الثانية ملي كيكون لادجيكتيف دو كولور مشتق من لغة أجنبية ما كيت اكورداش. على سبيل المثال اوبورن او لا كاكي، يعني سون انفاريابل، ممكن يطرقوش ما كتطرقش عليهم القاعدة ديال الجمع. نفوتو ونشوفو نوع آخر اللي هما لي زادجيكتيف دو كولور ولا صفات الألوان المشتقة من أسماء. على سبيل الأمثلة في القاعدة أسماء الفواكه، أسماء الزهور وقس على ذلك. على سبيل المثال هذه الاسماء نابيستر، بريك، كارمين، كريم، غارونس، غلونا، انديغو، مارون، ناكر، نوازيت، اورانج، ايتترا. يعني هادو في الحاله ملي كيكون عندنا الكولور مشتق من واحد الاسم اللي هو ديال الفاكهه او الزهور او لا غير ذلك، يعني من داخل القاعدة. على سبيل المثال باللغة العربية أن اللون البرتقالي مشتق من البرتقال اللي هو فاكهة، يعني ملي كيكون هاد الألوان بحال هكا ما كيتأكورداوش في الجمع. على سبيل المثال ديناب أورانج، يعني واخا ديناب في الجمع أورانج ما زدنالهاش إس، يعني ما لم تطرأ عليها قاعدة الجمع. وعندنا حالات استثنائية اللي هي أسماء مشتقة، يعني صفات مشتقة من أسماء ولكنها كتطرأ عليها القاعدة ديال الجمع. كما كتلاحظون عندنا شاتان، فيرمي، فيولي، اتسيتيرا. وعندنا إكارلات، موف، فوف، بوربر، إيروز. هادو الأخرين كيتعتبرو كوم دو فيغيتابل زادجيكتيف وكيتأكورداو ملي كيكونو ملي كيتستعملو، يعني سول، يعني بوحدهم، يعني غير مركبين. على سبيل المثال إلافي، لي جو، إكارلات. كما كتلاحظو زدنا إس في آخر ديال لادجيكتيف اللي هو إكارلات. نفوتو نشوفو نوع آخر أو حالة أخرى اللي هي لي زادجيكتيف دو كولور المركبة، يعني صفات الألوان المركبة. على سبيل المثال بلو فيغ، بلو كلير، يعني صفات الألوان المركبة لا تطرا عليها قاعدة الجمع والتأنيث. على سبيل المثال il porte une cravate bleu clair، يعني واخا كاين une cravate اللي في المؤنث ولكن ما زدناش او اللي عند الكولور بلو. نفوتو ونشوفو حاله اخرى اللي هما لي زادجيكتيف اللي كيكونوا مفروقين اولا مجموعين بواحد حرف عطف
واحد كونجونكسيون دو كورديناسيون. على سبيل المثال اي هادو ما كيتاكورداوش في الحاله ملي كيكون عندنا لو ميم سونس او لا ميم انديكاسيون. على سبيل المثال دي زوازو فير اي بلو، يعني عندنا طيور يعني فيهم يعني كاع داك الطيور فيهم الالوان ديال الاخضر والازرق. يعني ملي كتكون ميم انديكاسيون ما كيتاكورداوش، يعني ان فاريابل ما كنزيدوهمش اس او لا او. ولكن في الحاله ملي كيكونوا دو زانديكاسيون ديستانكت يعني نوعين، عندنا مثال دي بليم فيرت اي بلو، اوترومون دي دي بليم فيرت اي دي بليم بلو. يعني هنا في الحاله الثانيه عندنا دو زانديكاسيون، يعني كاين واحد ريش اخضر وريش ازرق، يعني ماشي ريش اخضر وازرق، ماشي بحال الحاله الاولى ديال دي زوازو فيغ اي بلو. وفي هذه الحاله الثانيه ملي كيكون عندنا دو زانديكاسيون كيت اكوردا لادجيكتيف دو كولور، يعني كما كتلاحظوا فيغ ولات فيرت افيك او اس في لافان، لا هي ولا بلو. وبهذا كنكونوا وصلنا نهاية الدرس، على أمل اللقاء بكم في جزء آخر وفي نفس الدرس اللي هو الكلاس غراماتيكال. وتحياتي، وما تنساوش ديروا أبوني وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة، ومع السلامة.